بسم الله الرحمن الرحيم. معرض مصر للخدمات المتكاملة بنقدم لكم آخر أعمالنا من الشاشات الفيديو، شاشة بمساحة 3 متر عرض في متر ارتفاع من النوع B5. المرة دي نوعية الكنترول مختلفة عن الكنترول اللي كنا عرضناها في الفيديو اللي فات الخاص بقاعة المؤتمرات والمحاضرات. دي كنترول شغالة فيها انترنال ميموري 4 جيجا، وبتتبرمج عن طريق اللان برضو عن طريق النتورك. بحط عليها الداتا بتاعتي، ممكن تكون 4 جيجا او اقل، ولما بتكون اكتر ممكن احطها على اكسترنال ميموري او فلاشة، وبحطها بوصلها بالكنترول بتعرض الفيديو اللي موجود على الفلاشة او بتعرض الداتا اللي موجودة على الفلاشة. ممكن احملها دايما على الانترنال ميموري بتاعت الشاشة. وزي ما احنا شايفين ان احنا ممكن نقسم الشاشة جزء او جزئين زي ما احنا عايزين، نعرض عليها فيديو، نحط عليها نكتب عليها تيكست، نعرض عليها المنتجات الخاصة بينا. سلسة جدا في التعامل من ناحية الاستخدام، ودايما نكون معاكم دايما بكل ما هو جديد وبكل اعمالنا بفيديوهاتنا على اليوتيوب، ونتمنى تستمتعوا معنا بالشغل الخاص بينا، ونكون معاكم دايما في تواصل عشان يبقى في سهولة للعميل انه هو يختار الحاجة المناسبة جدا لمتطلباته دايما. وبإذن الله مع بعض في كل ما هو جديد، ونتمنى نشوفكم في شغل أحسن وأكبر وتقنية مختلفة، وتقنية تكون مميزة بإذن الله وأحدث من كده بكتير إن شاء الله. شكرا.